واش كاينه شي عمليه تتكبر القضيب. يعني هذه الحاله حقيقه مهمه ورا تستفدوا منها وتتهم جميع الرجال. علاش؟ لان كثير من الرجال والاغلبيه ديال الرجال يعني دائما تعيشوا بالفكره على ان القضيب ديالهم صغير والفولات ديالهم صغار. وملي تيجيو عندي بعد نوبه العياده تنقولوا علاش، تيقول انا عندي القضيب صغير والفولات صغار. ملي تنقلبوا تنجبر القضيب ديالو عادي نورمال او لا، يعني بعد نوبه اكثر من نورمال. واحد السيد يعني جا عندي واحد نوبه، ملي قلبته القضيب ديالو كبير ماشي كاع صغير، يعني فوق النورمال. يعني المفروض يكون 10 11 12 13 14 15، ماشي يكون مثلا 20 او لا مثلا 22 ولا شي حاجه بحال هكا. يعني بعد نوبه تيكون القضيب عند شي رجال بحال ديال الحمار. واحد جا عندي نفس الشيء، يعني زعما نقولوا ملي قلبته قال لي القضيب ديالي صغير، ملي قلبته حقيقه يعني زعما القضيب ديالو كبير ماشي نورمال ماشي عادي تماما. انت دابا عندك صاروخ نووي ماشي قضيب، بالعكس القضيب هذا راه تحرق به يعني الزوجه ديالك ولا المراه. يعني ملي يكون القضيب كبير تيضر ماشي تيكون مزيان. العادي يكون 11 10 12 13 14 15 كاع. وفوق هادشي القضيب الا كان كبير يعني هو فيه ضرر اكثر ما هو فيه فائده. اذا انتبهوا الحاله ديال الشاب، يعني وهو في عمره تقريبا واحد 24 عام عايش يعني في اوروبا. المهم ملي قلت له شنو المشكل ديالك، قال لي انا حقيقه خسرت الملايين. علاش؟ قلت له علاش؟ قال لي دائما كانت عندي واحد الفكره على ان القضيب ديالي صغير والفولات ديالي صغير. وقلت له كيفاش خسرتي هاد الملايين؟ قال لي انا النوبه الاولى كنت شفت واحد نقولوا في جوجل، كتبت هكاك وطلع لي واحد البوماده. قلت له شحال شريتيها؟ قال لي 200 اورو. قلت له كبر القضيب؟ قال لي ما كبر القضيب لا والو. قلت له ضيعتي الفلوس ديالك هكاك هباء منثورا، ماشي الا سمعتي شي حاجه تيقها لا في جوجل ولا في يوتيوب ولا في اي حاجه. لا. قلت له من بعد كيفاش خسرتي هاد الملايين؟ قال لي درت واحد العمليه جراحيه. قلت له او علاش درت العمليه؟ قال لي على الذكر. قلت له فين درتيها؟ المهم دار في ذاك البلد ما نسميوش البلد، المهم في اوروبا. قلت له بشحال درتيها؟ قال لي بشي 7000 اورو، يعني تقريبا 8 المليون. قلت له ومن بعد ما ساليتي العمليه يعني كبر القضيب؟ قال لي لا، القضيب هو هو ما كبر ما والو. قلت له لعبوا عليك، يعني هما براسهم يعني هاد الكلينيك اللي فتحات لك وهاد الطبيب نصب عليك النصب والاحتيال. عليت القضيب متى يكبر؟ لا بالبوماده لا بكومبريمي لا بعمليه جراحيه. الا سمعتي شي حاجه في اليوتيوب ولا شي طبيب قال لك شي حاجه بحال هكا ولا سميتو، عارفو تيكذب عليك وباغي ينصب عليك. اذا هو قلت له يعني عندك الرغبه الجنسيه؟ قال لي عندي. الماني تيخرج؟ قال لي عندي. اتصاب صباحي؟ عندي الحمد لله. قلت له منين تنصب يعني شحال؟ قال لي تيكون 11 12. قلت له شحال بغيتي؟ عادي نورمال. قلت له هبط سروالك، هبط سروالو. قلبت له الفولات ديالو طبيعيا، اول الذكر ديالو عادي الحمد لله يعني نورمال. قال لي لا انا كنت زعما من شحال هذه وانا خايف، وما في العائله تيضغطوا عليا وقالوا لي زعما حسك يعني تهبط للمغرب وتزوج من المغرب، وانا خايف من العار وكذا، ودابا زعما البنات عربيات وكذا يقدر يبغيو الذكر كبير. قتلني بالضحك يعني، قلت له شاري يبغي يكبر الذكر كبير يعني شنو الفرق؟ هي لا بحال 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 في اسبانيا بحال في المغرب وكذا، هذه معلومات. قال لي انا خايف لما مثلا يقولوا الذكر ديالي صغير في المغرب ويقولوا العار وكذا ويسميتو يديروا الحشومه وانا ما قادرش على هذا الشيء هذا. قلت له انت عندك شي علاقه مثلا في اسبانيا؟ قال لي عندي علاقه. قلت له مزيان، قال لي النمر واحد. قلت له واش الا عندك علاقه الحمد لله وبخير، يعني اش داك انت كاع تهبط للمغرب سميتو وتزوج مثلا في المغرب، خليك في اسبانيا وتزوج في اسبانيا. قال لي لا تيقولوا بان الزواج بالمراه مسيحيه حرام. قلت له لا هذا فكر ماشي خطا، يعني هي البنت هي اللي حصها تزوج بالراجل ويكون مسلم. تقدر كاع البنت تزوج مثلا بنصراني ويسلم جائز، وانت يا مسلم تقدر تاخذها مثلا مسيحيه تسلم ولا ما تسلمش تتبقى يعني سميتو. المهم انت من الناحيه الجنسيه النمر واحد معاك تقلب على سميتو المشاكل. اذا وقلت له اكثر من هذا يعني انا نعطيك واحد الفكره وتنضحك معاه حقيقه. قلت له شنو؟ انا نعطيك واحد الفكره والا نجحات غتعطيني واحد 20% ولا 25%. قال لي شنو هي هذه الفكره هذه؟ المهم انا حقيقه تنمزح معاه ما عندي غرض سميتو. قلت له شوف
هذيك الكلينيك اللي درتي فيها العملية راه تمشي عند محامي تما عندكم، وراه ترفع دعوة ضد داك الطبيب وضد داك المحامي داك الكلينيك. هاد القضية إلا تبتيها على الأقل تربح فيها واحد 100 مليون ولا 200 مليون، لأن هذا تيتسمى النصب والاحتيال، هو ما عنده لا فتق لا والو نورمال. ومني داروا للعملية، داروا العملية المهم فوق، يعني ما كاينش شي عملية تتذكر يعني تتكبر الذكر، كيفاش يعني ما يمكنش، وما كاينش شي عملية تتكبر الفولات، يعني لا قال لك شي واحد شي حاجة بحال هكا باغي ينصب عليك كيما بغا يكون، سواء مشعوذ سواء كذا سواء كيما بغا يكون، طبيب ولا ماشي طبيب ولا كلينيك مشعوذ نصب والاحتيال. حقيقة نتمنى، أنا حقيقة ما تعجبنيش الإنسان يكذب على الإنسان أو لا يعني تغش الإنسان، هذه يعني من الطبيعة ديالي، لأن الإنسان حسو يربح الفلوس ديالو حلال يعني، وما يكذبش على المريض. يعني هو دابا الانترنت وكذا، ما تاخدش معلومات مثلا يعني من الانترنت، وإلا كنتي مثلا عندك شي شك ولا شي حاجة يعني خذ بعد شوف الطبيب مثلا، أولا يقلبك مثلا ولا شي طبيب تثق به، وماشي هي تمشي ودير عملية وينصبوا عليك. اذا هادشي علاش عطيتكم هاد الحاله هادي، راه الذكر ما تيكبر لا بومادا لا بفانيد لا بعمليه جراحيه، ولا قال لك شي واحد شي حاجه بحال هكا راه تينصب عليك. تنتمنوا انكم تكونوا شاركتونا في فيسبوك دكتور بنيشو، يوتيوب دكتور بنيشو، انستغرام دكتور بنيشو. موعدنا كل يوم الاثنين على الساعه 10 بالليل ان شاء الله، ويقوم بفحوصات عن طريق الواتساب 06 64 00 95 50 06 64 00 95 50. وشكرا لكم.